تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم وأي نقاط حابين تضيفونها على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في البرنامج: الإعداد نور نزال، التقديم دكتور عاشر بسطي، التنسيق ميرا الغفلي، والإخراج نمر محمد. صباحكم الله بالخير جميعا. أرقام التواصل 600-55-1414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم كل أربعة عندنا المسابقة التابعة للدنتو أورل اللي هي أطلقت هيئة الصحة بدبي تحدي برنامج رعاية الفم والأسنان الدنتو أورل اللي يهدف لنشر الوعي في إمارة دبي حول أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان. سؤالنا هالأسبوع يقول: الكمية الصحيحة لمادة الفلورايد في معجون الأسنان المستخدم هي 450 جزء من المليون في معجون الأسنان للأطفال دون سن السادسة، و2000 جزء من المليون للبالغين، أو 450 جزء من المليون في معجون الأسنان للأطفال دون سن السادسة، و1000 جزء من المليون للبالغين. يمكنكم الإجابة عبر إرسال رسالة نصية على 4006. لفوز بجائزتنا، طبعا الجوائز مقدمة من فيليبس سونيكير وجوردن، وسيتم الإعلان عن الفائزين قبل نهاية الحلقة. ترقبوا الأسئلة إن شاء الله. طبعا نحن معودينكم كل أربعة بالنسبة لأسئلة الدنتو أورال بخصوص هذا التحدي. الإجابة الأولى 450 جزء من المليون في معجون الأسنان للأطفال دون سن السادسة، و2000 جزء من المليون للبالغين، أو 450 جزء من المليون في معجون الأسنان للأطفال دون سن السادسة، و1000 جزء من المليون للبالغين. هذا بخصوص اللي هو الكمية الصحيحة لمادة فلورايد في معجون الأسنان اللي نستخدمه. طبعا يمكنكم كذلك المشاركة في التحدي من خلال قنوات الإعلام الاجتماعي اللي هو الإنستغرام، الفيسبوك، تويتر، وموقع هيئة الصحة بدبي. كذلك توجد أسئلة وكذلك مشاركات كثيرة تقدرون تشاركون فيها. ذكركم على رسالة نصية 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، مثل ما عودناكم فقرتنا التغذوية كل يوم تتنوع وكل يوم عندنا موضوع جديد. موضوعنا اليوم يتكلم عن الأوميغا 3، فوائده ومصادره الغذائية. ويانا اليوم أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي عليا دخان. صباح الخير عليا. يا صباح النور دكتورة عاشة، ايش حالك؟ الله يسلمتي عليا، شو أخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. اليوم الموضوع الأوميغا 3. أيوة طبعا الأوميغا 3 وايد مهم، سواء يعني الأشياء الصحية خاصة في جسمنا، فطبعا إذا موجود في الأكل فيفضل أن نستخدمه، بس في ناس تحتاج بعد إضافة كمكمل لغذائها، وخاصة الحين عرفوا أهميته سواء في الأشخاص اللي عندهم ارتفاع كبير في الكوليسترول أو حتى اللي عندهم أمراض في القلب. فممكن تحثينا أكثر عن فوائده وشو هي مصادر الغذائية؟ أكيد. ففي البداية الأوميغا 3 نحب نسميه مثلاً، الأوميغا 3 هو من الأحماض الدهنية الفاتي أسيد الغير مشبعة. جسمنا يحتاجه حق وظائف مختلفة في الجسم، وكون أن جسمنا ما ينتج الأوميغا 3 فنحن محتاجين أن نأخذه من طريق الغذاء. ومثل ما قلتي أن في بعض الحالات ممكن نحتاج نأخذه كمكمل غذائي.
المصادر للأوميجا 3 تكون من عندنا المصدر الرئيسي اللي هي الأسماك كمصدر حيواني، وعندنا بعد المصدر النباتي. نعم. يعني عندنا هذا الصنفين. الأوميجا 3 على حسب نوع المصدر يختلف نوعيته، يعني عندنا ثلاث أنواع من الأوميجا 3 اختصاراتهم. المصدر اللي يكون من الأسماك أو المنتجات الحيوانية اللي هو EPA والDHA. أما بالنسبة للمصادر النباتية اللي مثل المكسرات يكون فيها حمض ALA. بشكل عام إذا بناخذ مكمل ما بنسى ندقق وايد على هالتفصيل، بس نحاول أن نحرص يكون نسبة EPA والDHA نسبة عالية. نعم. أما إذا بنتكلم عن ناحية الغذاء، طبعا دائما نحن ننصح بهالشيء، أفضل يكون غذائنا متنوع وفي هذه المصادر طبيعية من الأكل، يكون دائما يعني آمن أكثر. لكن في حالات احتجنا ممكن طبعا ناخذ المكملات. ممتاز. إذا بنتكلم عن المصادر، المصادر الأسماك هي تترأس الأوميجا 3، مصدر طبيعي للأوميجا 3. من الأسماك اللي هي طبيعتها تكون أسماك دسمة مثل الأسماك السلمون، مثل التونة، مثل السردين، حتى المأكولات البحرية فيها نسب شوي أقل من السلمون، لكن بعد تعتبر مصدر جيد للأوميجا 3 مثل الربيان أو المحار. أما بالنسبة للمصادر النباتية مثل ما قلنا اللي فيها نوع مختلف من الأوميجا 3، فما يمنع أن نحن نخلط من المصدرين أو ناخذ من المصدرين. المصدر النباتي عندنا بذور الكتان وزيت بذور الكتان، يعني زيت بذرة الكتان نسبتها وايد مرتفعة بالأوميجا 3. ممكن ندخلها في الأكل أو في الطبخ، أو إذا ما حبينا ممكن ناخذ بذور الكتان نفسها تندق عشان الدهون اللي فيها زيوت تطلع. عندنا بذور الشيا بعد تعتبر عالية بالأوميجا 3. من المكسرات الجوز يعتبر أعلى نسبة بالأوميجا 3، باقي المكسرات فيها نسب بس نسب شوي أقل مثل الكازو. نعم. عندنا بعد زيت الكانولا، زيت الصويا الصويبين، وبعد عندنا الصويا الفرش اللي هي الإدامامي. أيوة. بعد فيها نسبة زينة من الأوميجا 3. فنحن إذا نوعنا بين المصدرين هذيل نكون إحنا غطينا الاحتياج بالنسبة للأوميجا 3. بالنسبة لي يعني الواحد يشكل بين المصادر الغذائية اللي في الحيوانية وكذلك النباتية. أيوة، لأن إحنا قلنا الأوميجا 3 ثلاث أنواع، ثلاث أصناف، ففي صنفين في الأسماك وفي صنف في النباتي. إذا إحنا نوعنا أخذنا زيوت، دخلنا مثلا المكسرات زيت الزيتون والحبوب البذور اللي هي مثل الحب والمكسرات هذه وبذور الشيا، نكون أخذنا نوع من أنواع الأوميجا 3. وإذا بعد إحنا أخذنا الأسماك بمعدل مرتين لثلاث مرات بالأسبوع، نكون بعد أخذنا احتياجنا من الصنفين الثانيات من الأوميجا 3. فنكون إحنا أخذنا بشكل كامل الأحماض الدهنية هذه، أخذناها بشكل كامل ما نحن نوعنا بين المصادر. نعم. وبالنسبة للكميات اللي يأخذها الشخص، يعني يوصب كميات معينة يأخذها الشخص يوميا أساس يعني ما تكون عنده نقص بالنسبة للأوميجا 3؟ أوكي، هو الأوميجا 3 ما بيكون فيه نقص معين، يعني شخص مو متعارف انه بيكون عنده نقص اوميجا 3، لكن احنا ناخذه لانه يعزز الصحه ويحسن او ممكن يقلل اعراض معينه او مشاكل معينه. ففي عندنا اللي هو الاستهلاك اليومي المنصفي، يعني هذا الاستهلاك اليومي العادي الستاندرد اللي ممكن نحن ناخذ على هالاساس. الاستهلاك اليومي هذا طبعا مثل اي نوع فيتامين او اي نوع مصدر معادن ثانيه، تختلف حسب الاعمار وتختلف بين الاناث وبين الذكور. فالاحتياج هذا نقدر يعني نحدد من عند الولادة، الطفل الصغير لين عمر السنة استهلاكه يكون تقريبا 0.5 جرام أو 500 ميلي جرام. نعم. من الأوميجا 3. وبعد حابة أنبه أن ترى الطفل إذا كان يرضع رضاعة طبيعية. نعم. احتياجه من الأوميجا 3 يعني مغطى كامل عن طريق الرضاعة الطبيعية. ممتاز. لين عمر السنة. بعد السنة جسم البيبي أو الطفل يحتاج أكثر أوميجا 3، فبيكون طبعاً استهلاكه من الوجبات الغذائية بيكون طبعاً ابتدى تدريجياً. أكيد. فبيكون خذ الفائدة هذه من لو كان الرضاعة مكملة، يعني مستمرين بالرضاعة، بيكون الوجبات اللي ياخذها تغطي الزيادة اللي تصير في حاجة الطفل بعد سن السنة. ممتاز. وأساساً حتى الفورمولاز، بس عشان أنبه الناس، حتى أيوة. الحليب الصناعي للأطفال الأوميجا 3 محدد فيه بناء على النسب اللي موجودة في الحليب الطبيعي اللي هو حليب الأم. أيوة. يعني شوفوا النسب الطبيعية اللي موجودة
الحليب الطبيعي، وحتى نفس النسب للفورميلا ميلك. هذا بس دليل ان الاوميجا 3 جدا مهم للاطفال في هذه المرحله، لانه مهمه لتكوين الخلايا العصبيه والنمو الدماغي عند الطفل في هذه المرحله. وحتى في مرحله هو جنين في بطن امه بعد الاوميجا 3 وايد مهم في الديفلوبمنت وفي تطور الاعصاب والخلايا الذهنيه. الاحتياج مع العمر يزيد تدريجيا من 500 ملي جرام الى 700 ملي جرام حدود الثلاث سنوات، من 4 الى 8 سنين 900 ملي جرام، تقريبا من 9 الى 13 سنه يزيد الى 1.2 او 1 جرام الى 1.2 جرام. بعدها من سن 14 وطالع ما يتغير، ما يزيد، يكون نفس الشيء. نفس الشيء بالنسبه للبنات ملي جرام واحد، وبالنسبه للاولاد ملي جرام 0.6 يعني 1600 ملي جرام. الحاله الوحيده اللي تزيد عند الاحتياج عند النساء اذا كانت حامل او اذا كانت مرضع، الاسباب اللي ذكرتها قبل شوي، لان الطفل يكون محتاجها. يعني مو بس جسمها، جسم الجنين كذلك يحتاجها. ايوه فاستهلاكها يزيد من 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 ملي جرام واحد ل 1.4 ملي جرام فتره الحمل وفتره الرضاعه بعد. ممتاز. يعني يكون بعد يوصل للطفل كمية الأوميجا 3 الكافية. علي، يعني سؤال بخصوص الأوميجا 3 نفسه، هل يساعد على تقوية الذاكرة؟ هي الحين أنا بتكلم عن الفوائد خاصة بالنسبة للطلاب ويعني اللي يدرسون أكثر أو في فئات سنية معينة. هو يعزز من الذاكرة. نعم. وزين يعني الأطفال خاصة الصغار فترة الامتحانات لما يكون في شوية ستريس لازم يتذكر ويحاول يحفظ كمية معلومات. صح. فهاي تحفز أوميجا 3، يحفز ويكون من الأشياء اللي تساعد على الذاكرة، وبعد يساعد إنه كبار السن لحد تقدم السن طبيعي الواحد يبتدي ينسى، يعني مو شرط يكون عنده الزهايمر. صح. الطبيعي الإنسان لحد تقدم السن يبتدي ينسى، فالأوميجا 3 إذا كانت استهلاكنا كافي يأخر هذه الأعراض. مو شرط يمنع الزهايمر، يعني ما نقدر نعطي دعاءات كبيرة خلنا نأخذ أوميجا 3 وخلاص، لكن هو يأخر عندنا مشاكل النسيان، مشاكل الخرف، وحتى حق الصغار يخليهم يركزون أكثر. في بعض الدراسات يمكن يعني تنصح إن حتى الأطفال اللي عندهم فرط حركة، نعم، لأنه ممكن صعب إنه يجلس شوي ويركز، فيحسن من أداء دراسي إذا كان يأخذ الأوميجا 3 من أكله، يعني نركز إنه يكون أكله فيه مكسرات، يكون فيه سمك، يكون فيه زيت الزيتون، فبعد يساعد في صعوبات التعلم إذا كان عندها الفرط في الحركة أو ما يقدر يركز، يساعد شوي في هاي الأمور. ممتاز. علي، للأوميجا 3. نعم. ممكن تقولين، لأن في سؤال كذلك وصلنا عن طريق الرسائل النصية، يعني أهمية الموضوع ما شاء الله الطرح فيه كبير، فيعني سؤال ثاني بس بخصوص شيء ثاني. الأهمية الثانية للأوميجا 3. أوكي، مثل ما طريت في البداية هو جدا مهم حق صحة القلب. نعم. فينصح فيه الأشخاص اللي عندهم مشاكل في القلب، كون أنه يساعد على تقليل الأعراض الدهون الثلاثية لما تكون مرتفعة. نعم. الكوليسترول لما يكون مرتفع ممكن الأوميجا 3 يحافظ على نسب الدهون الثلاثية، فهي بالتالي بعد تعطينا حماية أنه ما يصير عندنا أمراض شرايين وأمراض القلب أو السكتات القلبية. ممتاز. فبالتالي يساعد على صحة القلب بشكل عام. لكن في بعد حالات، في دائما تحذيرات، يعني ما يصير الأوميجا 3 ناخذه بدون استشارة وبدون يعني ما الواحد يشوف شو حالته الصحية. صح. لأن كون الأوميجا 3 يعني مفيد للسيولة الدم، يعني هو يشلل الدهون أو ترسبات الدهون هذه من الشرايين، ممكن يعني إذا شخص عنده مشاكل في الدم في تخثر الدم يزيد الموضوع عنده. ممتاز. إذا شخص عنده أمراض مثل مشاكل في تخثر الدم أو يأخذ أدوية مثل الأسبرين مسيلة للدم، الأوميجا 3 ممكن ما يناسبه. سبحان الله، أي مكمل غذائي وأي دواء يفضل استشارة أي طبيب قبل ما نبتدي فيه. صح، لأهمية، بس بعد كذلك له مضار ويعتمد على جسم الشخص نفسه. بس السؤال عليا قبل ما ننهي فقرتنا اليوم، السؤال يقول هل صحيح أن الصويا فيها الاستروجين وزيادة فيها ليست جيدة للذكور؟ هذا وصلنا عن طريق الرسائل النصية السؤال. أيوة، الصويا فيها يسمونها يشبه الأستروجين. نعم. فيها البروتين اللي يشبه الأستروجين، فالجسم ممكن يتعامل معه كأنه أستروجين.
لأن البروتين يشبه الأستروجين، لكن استهلاكه بكميات بسيطة ما تأثر أبدا على الذكور ولا على الناس، عادي طبيعي. بس لازم يكون مصدر مثلا حليب الصويا، لازم نحاول ناخذ اللي هو مو معدل وراثي، يكون طبيعي ومو مضاف للسكر. هذا مهم، لأن الصويا في شركات وايد وممكن صح. يكون معدل وراثي، الضرر ممكن يكون من هذا، من طريقة التصنيع والزراعة والأمور هذه أكثر عن الأستروجين الطبيعي اللي فيه، لأنه هو مو أستروجين، هو شبيه ببروتين الأستروجين، فما يكون له تأثير كبير وايد. ممتاز. الأستاذة علية دخان، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم مرة ثانية. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 6005514414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. فقرتنا الثانية بتتحدث عن عيادة يمكن تكون مميزة صراحة، اللي هي الحديث عن عيادة البلع. بيكون ويانا اليوم في حلقتنا الدكتور جمال يوسف، استشاري أمراض تخاطبية في الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي. صبحك الله بالخير دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا دكتور جمال. الله يسلمك دكتور. دكتور طبعا من اسم العيادة اسم يعني مميز، ويمكن شيء جديد علينا اللي هي عن عيادة البلع. نعم طبعا كلنا نعم. عارفين أهمية البلع، يعني شيء مو بسهل، يعني جدا له أهمية، وخاصة اللي يلقى صعوبات فيه يحس يعني بالأهمية. صح طبعا فيه. طبعا هي. طبعا هي الحمد لله احنا عيادة البلع مفتتحينها في مستشفى دبي في شهر فبراير، لسه فتحنا. طبعا البلع ده حاجة مهمة جدا في حياتنا، استمتاعنا أساسي الأكل هو ده المتعة يعني الرئيسية في حياة كل الإنسان. فأي مشكلة في البلع بتأثر طبعا سلبيا على أنا. طبعا هنا عيادة البلع دي مختصة أكتر بحالات المشاكل في البلع. نعم. طبعا مشاكل البلع البلعومية والفم البلعومي والبداية المريء. طبعا مشاكل البلع أكتر المرضى بنشوفهم في الإكستريمز، يعني في السن الكبار وفي الأطفال. أكيد كل الأعمار تقريبا. نعم نعم. بل هي أكتر في السن الكبير طبعا، نتيجة الجلطات الحاجات دي كلها بتأثر. طبعا انا المريضه ما بيجي له جلطه او اي شيء من هذا بيبقى في مشكله في البلع، فبتحط له انبوبه في من الانف. نعم. انبوبه معديه في انف معديه. طبعا المريض طبعا مشكله عشان ما فيش بلع، ما فيش. طبعا احنا بنبدا نعمل له فحوصات منها مناظير، طبعا نشوف بالضبط سبب المشكله وايه مكان المشكله بالضبط. بعد كده بنبدا نعمل له طبعا تأهيل للبلع. نعم. تأهيل البلع ده بيشمل تدريبات للبلع نفسها، وفي عندنا أجهزة برضو لتحفيز العضلات بتاعة البلع. نعم. وبيتحسن طبعا نسبة الحمد لله كتير كبيرة من المرضى بيتحسنوا. برضو عندنا في الأطفال اللي هم لسه حديث الولادة، بيبقى الطفل بيتولد بيبقى عنده مشكلة في البلع نتيجة اللي هو بقى فيه ساعات أحيانا ارتجاع مريئي، ارتخاء في العضلات، دي بتبقى لسه الطفل مولود ومش قادر يرضع أو مش قادر لسه يمص بالفم، فدي برضو من الأطفال بيبقى عندهم ميول خلقية في الحنجرة أحيانا، بيبقى فيهم شرجة، بيحصل شرجة اللي هي الشردجة، يعني الطفل اللي هو بيحصل له شوكينج. أيوة. الإفرازات تنزل على الجهاز التنفسي، ودي طبعا خطورة موضوع البلع، يعني دي أهم حاجة عندنا، لأن البلع الحنجرة مهمتها حماية الجهاز التنفسي أثناء البلع، المفروض الأكل ينزل فبتسكر الحنجرة عشان الأكل ينزل على البلعين على طول، على البلعوم وعقب على المريء وللمعدة. البلعوم ده بقى الـ طريق الأكل والنفس في نفس الوقت. نعم. لازم نوقف واحد ونشغل التاني. أكيد. في أي مشكلة في الجهاز العصبي بيحصل السينكرونيزيشن ده، التناسق بين الحركة دي، فبيحصل لخبطة فالأكل ينزل على الرئة، فده طبعا بقى فيه خطورة جدا للالتهابات الرئوية، ويعني ليه خطورة جديدة يعني ممكن تأثر على حياة المريض نتيجة إن الأكل ينزل الرئة. وطبعا دي عشان كده من خطر، ما نقدرش خاطر ان احنا اي مريض من غير كده ناكله لو هو عنده مشكله في البلع، غير ما يتاكد ان الاكل ده سيف يعني امن. صح. ولا انه يتعرض لمضاعفات شديده بالزبط. بعد الاكل بالضبط بالضبط. احنا عندنا حاجتين في الاكل، ان الاكل يكون امن وكافي. يعني المريض يقدر ياخد الكميه، بعض المرضى بيقدروا يبلعوا بس بيبلع ببطء جدا، ما يقدرش ياخد وجبه كامله. صح. دي برضو من ضمن المشاكل، يعني العيان بيبلع اوكي، لكن هل هو البلع ده لوحده يكفيه؟
ولا محتاج تغذية زيادة، محتاج ان احنا نزود له حاجة، نديله انبوبة عشان او نديله محاليل او نديله مقويات شوية عشان خاطر نزيد نسبة التغذية وجسمه ما يتأثرش سلبي بهذا الموضوع. نعم. دكتور، شو هي أهمية هذه العيادة؟ يعني انت ذكرت لنا نبذة عن الخدمات اللي تقدمها، بس شو أهمية هاي العيادة وليش افتتحتوها؟ والله احنا لقينا عدد المرضى في الموضوع ده، احنا طبعا بنشوف المرضى من زمان بنفس المشكله نفس المشاكل دي متفرقه، على عندنا عياده تخاطب وعياده الصوت في مستشفى دبي. التخاطب ده طبعا فرع من انف واذن، بيشمل ما هو مشاكل الكلام والنطق واللغه والصوت والبلع. فقلنا لقينا البلع طبعا عدد كبير من المرضى، معظم المرضى انت عارف عندنا هنا في حالات كتير بتيجي الجلطات الدماغيه ومشاكل الاعصاب، فكلها بتتحول لنا وبنشوفها. فقلنا نعمل يوم يبقى مخصص لهذا الحالات، ويبقى حتى بنعمل اورينتيشن يعني ادراك اكتر لعامه الناس ان في حاجه اسمها مشكله في البلع، يدور عنده مشكله في البلع، الناس ما بتعرفش هي تروح فين. صح، هذا صح، مش عارفه وين طريقها للموضوع ده. صح، ويضطر حتى الطبيب انه يعرف المشكله اكثر، فيحول مرات للجهاز الباطني، مرات الانف واذن وحنجره. بالضبط بالضبط، فهي دي بتبقى مشكله. ان هي وعندنا نقطه برضو من ضمن الشغل بتاعنا في الجزء موضوع البلع، الحالات اللي هي عامله مركبه انبوب النفس الهوائيه، ايوه التراكيستومي، شق القصبه الهوائيه، أيوة. من اكثر الحالات اللي احنا بنشوفها فعلا، والحمد لله يعني احنا السنتر الوحيد اكتر حاجه ان نقدر نعمل اسسمنت الحاله دي او الفحص لها، نتيجه نشوف هل نقدر نشيل الانبوبه دي ولا لا. ممتاز. طبعا مهم جدا موضوع الانبوبه دي، من الحاجات المزعجه جدا. صح. وكتير قوي من المرضى وانس ركب الانبوبه اي دكتور تاني بيخاف يشيلها له، اكيد خلاص هو وانس اتعمل تراكوستومي بنسيبه تراكوستومي، حتى بالنسبه للمريض نفسه واهله يعني ما يكون مريح. طبعا طبعا. وبعدين بيبقى ده اسمه بقى ميديكال كير بيشنت، محتاج ميديكال كير، مش هاوس يعني في البيت الاهل يخاف ويقول لك الانبوبه لو اتسدت، الانبوبه لو طلعت، فلازم يبقى معاه نيرسينج كير كامل في البيت، الكلام ده كله. وطبعا مزعجه جدا لحياه المريض وحياه الاهل اللي حواليه. فاحنا طبعا الحمد لله بنعمل الحالات اللي زي دي، بنشوف طبعا في حالات ما نقدرش نشيل لها الانبوبه لان في عندها تعثر عصبي شديد والكلام ده كله، لكن في نسبه حالات الحمد لله بقى لها، في حالات عندي بقى لها سنين عندها مركبه الانبوبه دي، وقدرنا الحمد لله ان احنا نشيلها لهم. ما شاء الله. نبدا جرادوال بروتوكول ونتاكد نطمن الحنجره شغاله، العيان يقدر ياخد نفسه، في نفس الوقت بتسكر فالعيان بيقدر يبلع او يقدر على الاقل يحمي نفسه من لو حتى المريض ما بيبلعش، ممكن نشيل التراكيوستومي برضه ويبلع بانبوبه مفيش مشكله، لكن الاهم ايه؟ انه بيحمي نفسه من اللعاب نفسه. لو المريض بيقدر يبلع لعابه ويقدر ياخد نفسه نبدا نسكر الانبوبه. وعندنا طبعا بروتوكول معين بنعمل اندوسكوبيك اللي هو الفحص بالمنظار. نعم. نقدر نتاكد ان الاحبال الصوتيه شغاله وظيفتها كام في الميه، وبرده مهم جدا قوه الرئه بتاعته ان المريض ما يكونش عنده مشكله في الرئه. فلو دي كده فبنقدر نعمل ايه، نبدا جرادوال واحده واحده، بنبدا نسكر الانبوبه بطريقه معينه. أيوة. وبعد كده بنقدر نشيلها يعني. فدي برده انا شايف ان دي من افيد الاشياء اللي بتقدمها العياده. بيجي لنا من جميع المستشفيات يعني في دبي والامارات، بيجي لنا جميع حالات كتير بهذه المشكله. وصراحه مشكله البلع يعني شيء مو بسيط يعني. دكتور العياده وين موقعها وشو هي ساعات العمل في العيادة؟ العيادة موجودة في مستشفى دبي، احنا عاملينها. نعم. العيادة كل يوم اثنين صباحا. نعم. من الساعة 8 للساعة 2 صباحا كل يوم اثنين في مستشفى دبي في قسم الأنف والأذن والحنجرة. طبعا المريض بيكون بيتشاف في المراكز الصحية الأولية أو من أي دكتور متخصص، ويبقى عنده مشكلة في البلع بيحوله عندنا سوالوين كلينيك اللي هي مش عيادة البلع، فعشان كده حتى سهلنا الموضوع المشكل. المريض اللي عنده مشكله في البلع بنحوله على عياده البلع، يبقى اسهل، وايد اسهل صراحه، وبهالطريقه حتى اسهل للمرضى نفسهم. بالضبط. يعني احنا والله احنا لسه العياده بقى لها 3 شهور يعني، لسه بدأنا كده بقى لنا ثالث رابع شهر المفروض دلوقتي بقى عندنا فول بوكد يعني لمده حوالي 4-5 اسابيع. ما شاء الله. بنقبل كمان ووكن، بنقبل اي، وهذا يعني دليل على اهميه هذه العياده يعني. بالضبط. اول ما تنفتح ما شاء الله المواعيد تزيد فيها اهميه صراحه. بالضبط، لان عندنا عدد حالات كتير كان فعلا، وكنا موزعين، انا كنت بشوف في الايام الثانيه اي يوم كان يجي المريض، بس طبعا بتبقى المنظمه الموضوع وعندنا السيستم اليوم ده شغالين على المناظير بنفس الاسلوب، بتبقى اسهل لنا واسهل للمريض والمرضى كلهم. حتى بيجوا مرضى كتير قوي يعني، عندنا مثلا انا
فاكر عيادة من 3 أيام كان مثلا عندنا أطفال اللي عاملين تراكيوستوم الصغيرين اللي عندهم برضو عيوب خلقية في الحنجرة والكلام ده كله، مثلا موجود 4-5 مرضى من الأطفال نفس العمر، فالأهل حتى بيشوفوا إن في حالات غيرهم، مش هم مش حالة شاذة، صح يعني، فشي يطمن الشخص أكثر بالضبط. والتثقيف بين المرضى وبعضهم بيبقى صح. احسن من تثقيفك انت المباشر. أكيد. المريض بيحكي للمريض الثاني بيقول له انت عملت ايه ورحت فين وعملت ايه، يتقبل يعني اكثر ويقتنع. فالحمد لله يعني الحمد لله وربنا يقدرنا على كل المرضى يعني ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق دكتور جمال صراحه، ويعطيكم الف عافيه صراحه. كبدايه عياده البلع يعني صراحه شيء مميز جدا، ونتمنى لكم كل التوفيق. دكتور جمال يوسف، استشاري أمراض تخاطبية في الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي، شكرا لك. مستمعين الأعزاء، أذكركم بالسؤال: الكمية الصحيحة لمادة الفلورايد في معجون الأسنان المستخدم هي 450 جزء من المليون للأطفال دون سن السادسة، و 2000 جزء من المليون للبالغين. هذه الإجابة الأولى، أو الإجابة الثانية 450 جزء من المليون في معجون الأسنان دون سن السادسة، و 1000 جزء من المليون للبالغين. للسهولة نكتب يا رقم 1 بالإنجليزي يا رقم 2، أعرف يعني اسمحونا الإجابة طويلة، فللسهولة يعني حتى اللي كتب قبل عيدوها ما في أي إشكالية، ارسلوا الرسالة مرة ثانية على 4006 وذكرونا رقم التليفون كذلك، الاسم اسم الشخص ينذكر على الأقل أساس السحب إن شاء الله اللي بيكون اليوم قبل نهاية الحلقة. الإجابة الأولى أو الإجابة الثانية، نكتب رقم 1 أو رقم 2 مع الاسم، نكتب بالإنجليزي الرقم. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 6005-5-1-4-1-4، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. أذكر بالسؤال مرة ثانية اللي هو بخصوص تحدي صحة الفم والأسنان دنتو أورال. الكمية الصحيحة لمادة فلورايد في معجون الأسنان المستخدم هي 450 جزء من المليون في المعجون للأطفال دون سن السادس، و 2000 جزء من المليون للبالغين. أو هذا رقم 1 الإجابة الأولى. الإجابة الثانية اللي هي رقم 2، 450 جزء من المليون في معجون الأسنان للأطفال دون سن السادس، و 1000 جزء من المليون للبالغين. طبعا الجوائز مقدمة من فيليبس سونيكير وجوردن، وبيتم الإعلان عن الفائزين. طبعا عندنا مثل ما عودناكم فائزين 2، الفائز الأول والفائز الثاني قبل نهاية الحلقة إن شاء الله. مثل ما ذكرتكم كتبوا اسمكم وحطوا الرقم 1 أو 2 باللغة الإنجليزية. مستمعينا، طبعا فقرتنا الحين بتتحدث عن شيء جدا مهم عنا، وخاصة للفترة الأولى أو فترة ما بعد الولادة، وشيء طبعا للطفل يعني خلال الفترة هذه اللي هي فترة سنواته الأولى أو فترة حياته الأولى اللي هي جدا مهمة بالنسبة للطفل، سواء للجهاز المناعي، جهاز ككل، جهاز جسمه، مناعته، كل شيء يخصه. واللي هو بنتحدث عن مبادرة الرضاعة الطبيعية للهيئة، ويانا الأستاذة رندة عبد الفتاح استشاري رضاعة طبيعية في مستشفى لطيفة. صبحت الله بالخير أستاذة رندة. صباح النور، أهلين. هلا أستاذة رندة. طبعا أستاذة رندة، نحن عارفين الرضاعة الطبيعية كيف مهمة، خاصة في الأيام، ما بنقول أيام الأولى، في أول سنتين من حياة الطفل، سواء للطفل وسواء كذلك للأم، يعني مو من جهة واحدة. فممكن تحدثينا أكثر عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل؟ أكيد. بالبداية شكرا جد لهذه الاستضافة والمكالمة، لأنه فعلا الموضوع جدا مهم. أهم شيء هلأ بالنسبة لموضوع فوائد الرضاعة الطبيعية، طبعا بالنسبة للأم بيزيد الترابط ما بين الأم والطفل بموضوع الرضاعة الطبيعية. نعم. بيقلل هي عرضتها للإصابة بالسرطانات مثل الثدي المبيض، بيقلل إصابتها كمان من هشاشة عظام فيما بعد. نعم. نزيف ما بعد الولادة. فسبحان الله ترابط هذا ما بين الرضاعة وكل هاي المنافع، رضاعة وهاي المنافع طبعا كتير بتكون بالنسبة للأم. أما بالنسبة
الطفل فبصير أقل عرضة للحساسية للأكزيما، بيكون أقل عرضة للسمنة، زيادة الوزن، بيكون عنده مناعة كتير قوية. طفل ما شاء الله بيكون ذكيين أكثر، نبيهين، عندهم اللي هي سرعات الملاحظة بتكون أعلى، يعني قد ما هم ما شاء الله بيكونوا نبيهين. كمان بالنسبة للجهاز المعي للبيبي بيكتمل لبعد عمر السنتين، فعشان هيك كتير مهم إن الأم إنها ترضع لعمر السنتين، مش قبل هيك. يعني هي أول 6 أشهر طبعا بتكون كتير مهمة إنه الأم تعطي رضاعة طبيعية من غير أي إشي تاني، لا مي ولا سوائل تانية ولا حليب صناعي أو حتى اللهاية. ممنوع الطفل ياخذ اي شيء اول 6 أشهر، وهذا شغل كثير مهم اساس الام انها تستمر في رضاعه الطفل. ايوه طبعا استاذه رندا، بالنسبه لي اول فتره في الرضاعه الطبيعيه، خاصه اذا كانت الام هذا اول طفل لها، فما بيكون بدرجه السهوله، او يعني كيف يتم تدريب الامهات يعني على الرضاعه الطبيعيه، خاصه الامهات الجدد؟ كان أنا حكيت كتير شغلة مهمة الأمهات الجدد اللي أيوة. كتير ملحوظ أنه سبحان الله قبل حتى دخولها للمستشفى، العامل اللي بيأثر عليها هو محيطها العام. صح. يعني إذا هم عندهم بعيلة بيرضعوا، فتلاقي الأم أوتوماتيكية مجهز حالها أنه في رضاعة في سنتين وفي كل الأشياء، بس إذا بتلاقي أنه المحيط اللي حواليها أكثر إشي عم بيعطوا صناعي، ما بيرضعوا، ما بيهتموا لدرجة كبيرة بهذا الموضوع، بتلاقي هي كمان فعلا بتتأثر بهالشي هذا. المتيجة هون عنا على مستشفى لطيفة، كل الأمهات أول ما تفتح ملف لازم نحكي لها عن موضوع الرضاعة الطبيعية، نجهزها، بنهيئها، بنخبر الأم مثلا إيش بداية أول يوم، أدي حجم معدة الطفل مثلا، أدي ممكن أنه ياخد، ليش الطفل في البداية تقيب كتير بطلب أنه يرضع. فكتير أمهات بتفكر أنه كتر ما بيطلب أنه هذا لا اللي بحليبها مثلا. صح. مع أنه هذا طبعا أيوة ما إلي دخل، يعني دائما نقوله أنه البيبي كان جوا معاكي 9 شهور ما بيعرف غيرك، ففجأة انه يطلع هيك على جو جديد عليه بيكون مش سهل عليه. فالطفل لازم انه ينحضن، تاخذ الام اكثر، ترضعه اكثر، خاصه في البدايه، لين ما شوي شوي كتر ما البيبي بيرضع بيجيها حليب اكثر واكثر. فهي فعلا يعني لما نبدا نشرح للام من البدايه عن هذه التفاصيل الصغيره اللي ممكن هي تمر فيها، بتلاقيها اخذت فكره افضل، وفي كثير منهم بيغيروا تفكيرهم وفعلا بيتجهوا لانها ترضع. فهي في البداية إحنا وأنا بنسير للمستشفى بنثقف الأمهات، بنحفز إنها تكون مثلا إذا معها حدا تاني مشجع كتير، مثلا إذا كان معها أختها، إمها، حماتها، أي حدا يجي يحضر معها، لأن هم اللي حيكونوا يساعدوها فيما بعد بهذا الموضوع. والجميل كذلك اللي ذكرتي أن أول ما تفتح الملف بالنسبة للحمل بخصوص يعني أن في عيادات أو في تثقيف معين لهم. بالضبط. هلا احنا لانه ماخذين هذا الاعتماد الدولي، فلازم كل مستشفيات صديقه للطفل انها تدرب الامهات، هذا الشيء من ضمن يعني كذلك الخطوات. كذلك يتحطوا في بالها من بدايه الحمل، يعني يكون عندها ان دارسه ومفكره ان ان شاء الله بترضع طبيعي، فمهيئه نفسيتها كذلك. فهذا بالنسبه للعيادات. فبعد الولاده هل يكون في كذلك تدريب او متابعه؟ احنا الحمد لله لا، كل الممرضات مهيئات باخذين 20 ساعه تدريبيه بالنسبه لهذا الموضوع، فبتساعد الامهات. ممتاز. اذا الام اضطرت مثلا يكون عندها مشكله اكبر من انه بس مجرد انه كيف ترضع وهيك، فاحنا كاستشارات رضاعه بنمر على الام وفعلا بنحاول نعلمها وندربها عشان تتجاوز هذه المشكله. ممتاز. حتى بعد ما تطلع من المستشفى بنعطيها موعد لعياده الرضاعه الطبيعيه، بتيجي الام بنشيك الوزن، بنشوف شو اخبارها مع الرضاعه. كثير أمهات مع ثالث رابع بيبي، خامس بيبي، سادس بيبي، سبحان الله، بس يجوا ونرجع مرة تانية نعيد كيف الطريقة كيف هذا، هي تتفاجأ من نفسها حتى أنه هي ما كان عندها هاي المعلومات عن هذا الموضوع. فكتير مفيد متابعة الأم بعد الولادة كمان بالنسبة لموضوع الرضاعة. ممتاز. يعني كذي المتابعة كذلك؟ فعلا فعلا متابعة، وتختار المكان اللي بيشجع للرضاعة. يعني في مستشفيات ما بتشجع الرضاعة على طول، تلاقيها شالت البيبي ودته على مكان ثاني، رضعوا شيء صناعي مثلا، فخلص البيبي ليه بده يرجع مثلا يرضع طبيعي؟ فبلاقي فقد كتير فوائد، والأم خلص ما عادت صار عندها ثقة حتى بنفسها أنه والله أكمل رضاعة. أكيد. فلما تختار هي مستشفى صديقة الطفل من البداية تبدأ ترضع البيبي من أول ساعة، لازم تبدأ ترضع البيبي. أيوة. فيكون تشجيع أكثر كذلك. بالضبط. تشجيع، تحفيز، بتتأقلم، بتعرف البيبي شو بده، بتصير تتعلم، سبحان الله، فعلا ثقتها بنفسها بتزيد أكثر،
لما تعرف كمان اللي هي العلامات الدالة على إنه البيبي شبعان ما محتاج شيء ثاني، كل هاي الأشياء فعلا بتفيد الأم وبتدعمها إنها تردى فترة أطول. أكيد أستاذ رندا، بس بنعيد السؤال بالنسبة لي، لأن كثير من الأسئلة بخصوص سؤال الدنت أورا اللي هو تحدي صحة الفم والأسنان، وبنذكر بأرقام التواصل، يعني أرقام التواصل 6005551414، رسالة نصية على 4006. السؤال يقول: الكمية الصحيحة لمادة الفلورايد معجون الأسنان المستخدم هي 450 جزء من المليون في معجون الأسنان للأطفال دون سن السادسة، و2000 جزء من المليون للبالغين، أو الإجابة الثانية 450 جزء من المليون في معجون الأسنان للأطفال دون سن السادسة، و1000 جزء من المليون للبالغين. هذه الإجابة الثانية. للي طلبوا إعادة السؤال رجاء إرسال رسالة نصية على 4006 مع ذكر الاسم والرقم، يا 1 أو 2 باللغة الإنجليزية. هذا بالنسبة لسؤالنا اليوم في تحدي صحة الفم والأسنان اللي هو دنتو أورال. راجعي لك أستاذة رندا بخصوص نفس الموضوع اللي تحدثنا عنه بخصوص أهمية الرضاعة الطبيعية. طبعا بما أن للرضاعة الطبيعية هاي الأهمية الكثيرة، وأنتم ما شاء الله يعني من بداية حمل السيدة لبعد الولادة في متابعة بخصوص الرضاعة الطبيعية، فممكن تحدثينا وتعطينا نبذة عن المبادرات اللي تقوم بها الهيئة لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية؟ هلا مبادرة مستشفى صديق الطفل هي كانت أهم مبادرة بالنسبة لهالموضوع هذا اللي هي تشجع على الرضاعة الطبيعية، وكل التغييرات اللي صارت بالمستشفى من إبقاء الطفل مع الأم، وضع الطفل على الجلد بعد الولادة، إنه إعطاء الطفل بس حليب الأم، وجوده معاها، تدريبنا إحنا أصلاً إجمالاً للكادر الطبي والتدريب الأمهات، كل هاي الممارسات إجمالاً هي طبعاً بتشجع كثير على ان الام تستمر في الرضاعه الطبيعيه. كل سبحان الله المنشورات هاي الاشياء اللي بنقوم فيها، وكثير دعمكم كمان يعني كمثل الاذاعه التلفزيون، لما يكون في بث مثلا لمثل هاي المواضيع كل المجتمع ككل لما يبدا انه في يصير في تم توعيته لهالموضوع كلهم بصير يساعدوا لهذا الاتجاه انه الام تصير ترضع طبيعيا. بالنسبه لموضوع بمستشفى لطيفه، هلا احنا عندنا اللي هو الاسبوع الوطني للرضاعه الطبيعيه بيكون بشهر 11، والاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه بيكون بشهر 8، فبيكون في احتفاليات بالنسبه للاسبوع العالمي للرضاعه والاسبوع كمان الوطني للرضاعه الطبيعيه، بتكون في فعاليات كمان بيكون فيها تصفيف للأمهات، زيارات كمان للأمهات بالأقسام، توزيع للهدايا، بيكون فيه حتى للي بيكونوا معاهم للإسكورت للزوار اللي بيكونوا جايين، فبيكون في فعالية فعلا في المستشفى، أكيد بنحب يعني الكل إنه يجي ويشارك فيها، فهي أكثر إشي اللي بيكون في مستشفى لطيفة. وكذلك الواحد يعني بالقرب يعني من الفعالية نفسها ويشوف الأحداث قدامه، يعني يكون سبحان الله أشياء تعليمية وكذلك توضيحية أكثر تكون، فالواحد يتشجع أكثر ويتعلم أكثر بخصوصها. فعلا. أيوة. أستاذة رندا، طبعا في كثير من الأمهات يشتكون أو في يعني في أم معينة تشتكي أن يعانون من الجفاف أو يعانون من إدرار الحليب يكون جدا قليل. وما يعني طبعا يلقون صعوبة أو فترات طويلة طبعا أنها تقعد ترضع البيبي، وكذلك تحس أن البيبي يعني ما ياخذ كفايته، فشو نصيحتك بالنسبة للأمهات اللي يعانون من هالشيء؟ ونحن طبعا من المشجعين على الرضاعة الطبيعية أكيد يعني لا محالة، بس ما هو أفضل بديل كذلك للأمهات اللي يعانون من هاي المشكلة؟ طيب هلا اول شيء احنا ليش ما نتفادى الموضوع بحد ذاته؟ يعني الام اثناء الحمل لازم تكون هي تهتم في حالها كثير، بالنسبه لتغذيتها، بالنسبه للتحاليل اللي بتعملها، يعني هذا كله بتبع يعني فتره الحمل من البدايه. لما الام مثلا يكون عندها فقر دم، يعني لازم معالجه الام اول شيء في اللي ممكن يكون اسباب في انه هي ما يجيها حليب كافي. فأول خطوة اللي هو إذا في عندها أي مشكلة مثل فقر الدم، مثل إذا كان في سكري بالحمل تغذيتها تكون سليم، يعني في الأشياء هاي اللي بتأثر. في أمهات مثلا بعد الولادة تنزف كتير، ففعلا بتأثر عندها إدرار الحليب. في أشياء اللي بيكون عندها زي ما حكيتي أنت جفاف مثلا أثناء الحمل للشهر التاسع وهي عم ترجع مثلا، أو أنه بيكون عندها نقص بأشياء كثيرة، أوتوماتيكيا رح يتأثر إدرار الحليب لها.
من البداية لما نبدأ إحنا نحط البيبي على الأم ويبدأ يرضع، يبدأ يحفز هو، تدي الأم على حسب حاجته. يعني إذا عندنا بيبي مثلا وزنه ما شاء الله 3.5 كيلو 4 كيلو، بصير يحفز جسم الأم على هذا الأساس. إذا عندها توأم، إذا عندها بيبي أقل من هيك، فكل طفل بحفز تدي الأم على حسب حاجته هو. نعم. اللي بصير إنه البيبي لأنه معك صغيرة أول يوم بلش يرضع طبعا بكثرة، عادي ممكن يرضع 30-40 مرة، ما في حدود للموضوع هذا. فالأم بتشوف إنه البيبي ليه طب بيرضع بكثرة، ليش هيك يعني؟ هي أكيد معناته إنه أنا ما فيني حليب. وطبعا برجع بقولك اللي حواليها بلش يقولوا لها ما فيك حليب، شوف البيبي كيف بيبكي. أكيد أنت بتأثر. بالضبط، بتأثر جدا، مع إنه هي مجرد إنه هي يعني ريحت حالها، شربت سوائل أكثر، نامت، رضعت البيبي، ركزت عليه أكثر وأكثر، هذا لحاله لأنه هي ارتاحت بلش إنه يجيها حليب أكثر وأكثر. وكذلك كل ما زادت كمية الرضاعة كل ما تنشط يعني، وكذلك أول مرة يعني شوي ما بتقدر تغدر يعني، مع الوقت الواحد يأخذ الخبرة في أنه يقدر بالضبط. صح، شوي شوي ببلش البيبي يصير يستوعب هو نفسه أكثر إنه هلأ صار يعرف يرضع، صار يعرف يشفط، صار يعرف يطلع الحليب أكثر. بعدين الأم لازم تراقب العلامات الدالة على إنه البيبي فعلا عم ياخد كمية كافية. يعني الطفل من اليوم الرابع لازم تكرمين يبول أقل شيء 6 مرات، خروج الطفل يصير لونه على أصفر، الوزن عم بيزيد. أنا لما يكون عندي هاي الثلاث دلالات واضحة وموجودة، معناتها البيبي بيرضع منيح. بس مش والله قال البيبي بيبكي معناته أكيد ما فيكي حليب. يعني هن بربطوا موضوع إنه البيبي لازم يرضع وينام 3 ساعات 4 ساعات، معناته هذا شبعان، مع أنه معدته جدا صغيرة يعني ما بيستقبل، يعني بيشرب كمية بسيطة وبتنهضم بسرعة، فبيرجع يجوع مرة ثانية. فعلا، وبننبههم إذا البيبي بينام فترة طويلة ممكن يكون عنده بصفار. طيب لازم الأم توعي البيبي، صح البيبي، ترضعه أكثر وأكثر، تهتم في الرضاعة أكثر ما تهتم إنه هو نايم. صح. يعني هم بقولهم نايم خلاص، لا لازم تنتبه إنه البيبي بيرضع منيح، بيقول منيح، وهيدي العلامات زي ما قلنا تدل على إنه الطفل عم بيرضع كمية ممتازة ومطلوبة. ممتاز. نذكركم مستمعينا الكرام أرقام التواصل ويانا، كذلك الرسائل النصية عشان السؤال، الرسائل النصية 4006. ردوا عيدوا النظر في إجابتكم، معظم الإجابات ديتنا خاطئة. اللي هي الكمية الصحيحة لمادة فلورايد معجون الأسنان المستخدم هي 450 جزء من المليون، هذا رقم واحد، نكتبه باللغة الإنجليزية، ودون سن السادس 2000 جزء من المليون للبالغين، أو 450 جزء من المليون في معجون الأسنان للأطفال دون سن السادس، و1000 جزء من المليون للبالغين، هذا رقم 2، نكتبه باللغة الإنجليزية. نرجع مرة ثانية نعيد السحب عشان نبين منو الشخصين اللي إن شاء الله بيفوزون. يرجى إعادة النظر بخصوص الإجابات. أستاذة رندة، رجعنا لك مرة ثانية. طبعا أنت مثل ما ذكرتي بخصوص التشجيع، الأهل كذلك يلعب دور. فعلا. أيوة فعلا. فيعني هذا له دور كبير كذلك. كذلك أستاذة رندة، حابين نتكلم أكثر بخصوص إفراز الحليب الأول فترة، اللي هي أول وثاني يوم، اللي نسميه الكوليستروم. شو أهمية هذا الإفراز البداية من الحليب؟ طب هلا سبحان الله، حليب اللبن اللي هو بيكون في البدايه بتكون كميته قليله تناسب معده الطفل. يعني البيبي اول يوم معده الطفل عنده من 4 ل 7 ml، فتخيلي هذا حليب اللبن اللي في البدايه بيكون هالقد كميته، حتى هو ممكن يكون اكثر من هيك. بس الطفل لما يبدا يرضع هاي الكميه ولو كانت قليله بتساعد سبحان الله على انه هذا العق انه يطلع بكل سهوله، الخروج بيكون لونه اسود في البدايه. نعم. فيها فعلا طاقه، فيها مواد بتكون مكثفه اكثر ومناسبه اكثر. سبحان الله كميه المناعه اللي بتكون في الحليب هذا البدايه بتكون كثيره، خاصه في البدايه. نعم. وبدي الفت انتباه موضوع المناعه بالذات، يعني الطفل بداخل رحم الام بياخذ مناعه من جسمها هي، من البكتيريا اللي هي عندها اياها. بس يطلع البيبي وينحط على جلد الام، لما يلامس جلد الام للجلد الطفل كمان بيكون في بكتيريا نافعه موجوده على جلدها بتغلف البيبي وبتعطيه كمان مناعه. الخطوه اللي بعدها اللي هي لما يبدا البيبي يرضع وياخذ حليب اللبن هذا اللي هو بيكون معبى في المناعات، هي مش عارفه يمكن يجي 3 مليون خليه حيه فيه، يعني انه قد ايه بيكون في مناعات موجوده بهذا الحليب اللبن، ومركز جدا ومفيد جدا للطفل.
كثير مهم انه ينعطى الطفل حليب اللبن او يعني اجمالا الحليب من غير اي اضافات. يعني حليب اللبن لما ياخذ البيبي بيبدا يبني على جدار المعده زي طبقه عازله تمنع الجراثيم من تدخل لجسم الطفل. اذا بدينا نعطي الطفل اشياء ثانيه تنغسل هاي البكتيريا النافعه وبتنطرد لبرا. يعني كأن عن جد ما عملنا إشي يعني عشان هيك لازم الأم أيوة إنها بس ترضع طبيعي منها من غير أي إشي تاني عشان فعلا الطفل يأخذ كل هاي الفائدة وهاي المناعة. ممتاز. أستاذة رندا عبد الفتاح استشاري الرضاعة الطبيعية في مستشفى لطيفة، شكرا لك. شكرا لكم. تسلمي. مستمعين العزاء، بخصوص إجابتنا للسؤال، الإجابة هي الإجابة الثانية، 450 جزء من المليون في معجون الأسنان للأطفال دون سن السادسة، وألف جزء من المليون للبالغين. الفائز الأول، ثواني تطلع الحين الأسماء عندي. نعيد السؤال مرة ثانية، الكمية الصحيحة لمادة فلورايد في معجون الأسنان المستخدم هي يا أن 450 جزء من المليون للأطفال و2000 جزء من المليون للبالغين. 450 جزء من المليون في معجون الأسنان للأطفال دون سن السادسة و1000 جزء من المليون للبالغين. الإجابة الثانية. الفائز الأول هيفا علي عبيد الخزيمي. الفائز الثاني عليا فيصل عبد الله. إن شاء الله بيتم التواصل وياكم اليوم، وإن شاء الله بتستلمون هداياكم اللي هي من فيليب سوني كير وجوردن. نتمنى التوفيق إن شاء الله للبقية. مستمعين الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أشكى فريق العمل وياي في الإعداد نور نزال، في التنسيق ميرا القفلي، في الإخراج نمر محمد، وتحياتي دكتورة عاشر البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.